يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج صباح المملكة. مستمعينا اليوم نتكلم عن مشكلة جلدية، خلينا نقول شائعة، اللي هي مسألة الأظافر الغارزة في اللحم، خصوصا في أصابع القدم عزكم الله. اليوم نتحدث عن هذا الموضوع وطريقة علاجه والمراحل اللي يمر فيها المريض إذا كان يعاني من هالمشكلة، مع ضيفنا الدكتور خالد إدريس، استشاري طب وجراحة القدم والكاحل. حياك الله يا دكتور خالد. حياكم الله، صباح الخير استاذة تهاني. يا هلا ومرحبا فيك. الحقيقة دكتور خالد موضوعك جاء على الجرح، يعني أنا دوبني من شهر مسوية جراحة بسبب الموضوع، فكثير من الاستفسارات اللي اليوم أعتقد أني أنا بسألها وكثير من المستمعين راح تكون يعني استفسارات مهمة بالنسبة لهم أو ودهم يعرفون إجاباتها. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. سويت العملية في المستشفى ولا في عيادة؟ المرة الأولى في المستشفى والمرة الثانية في عيادة. طيب ممتاز، عشان نستفيد من خبرتك بس. طيب أنا أستفيد من نصائحك في هذا الموضوع. بداية خلينا نتكلم عن المشكلة، هي مشكلة جلدية أو أنها يعني مشكلة أعظم من كذا؟ والله هي مشكلة جراحية أكثر من أن هي مشكلة جلدية. حلو. أنا أعرف أنه كثير من الناس لما يصير في عندهم ظفر منغرز أو الظفر يدخل في لحم الإصبع إذا كان في اليد أو في الرجول يروحوا لأطباء الجلدية، هو الأفضل أنه يروحوا لأطباء الجراحة، وإذا كانت في القدم يروحوا لطبيب القدم والكاحل. ممتاز. الإجراءات الأولية لما يكون أول شيء كيف يشخصون أنه فعلا عندهم هذه المشكلة؟ بالفعل أول حاجة من التاريخ الطبي للشخص، من أهم الأسئلة اللي نسألها، هل هذه أول مرة يصير عندك الموضوع هذا ولا قد حصل قبل كده؟ لأنه يختلف جدا بداية العلاج تختلف إذا كان أول مرة ولا قد حصلت. ممتاز. خلينا بس نشرح للمستمعين إيش يعني الظفر المنغرز. هو لما ركن أو حافة الظفر تدخل دوات اللحم، صح، يقوم يلتهب الجسم، يعتقد أنه هذه شوكة أو في جسم غريب داخله، ويبدأ يحاول يحلله فيلتهب ويتورم الجلد أو اللحم اللي هو الأنسجة حوالين هذا الظفر، يريد أن يحلله لأنه يعتبره ظفر في جسم غريب. ممتاز. فيصير في ألم وحرارة شديدة جدا. أنا متأكد كل الناس اللي بيسمعون الآن إلا ما يكون حصل لهم مرة إما في اليد أو في القدم. السبب الرئيسي هو القص غير الصحيح. لما نقص الظفر بالذات الأقدام، نقص الركن كثير، ندخل على جوه كثير، يقوم بعد بضعة أيام ينغرز أو ينشب الظفر. ليش؟ لأنه لا ننسى أنه الظفر زي الشعر في نمو مستمر ما يوقف. صح. هو الظفر قاعد ينمو، الآن إحنا بنتكلم أظافيرنا قاعدة تنمو. فإذا صار في زي الشوكة أو ركن ما هو مضبوط في الأصابع، يقوم الظفر في أثناء النمو ينشب أو ينغرز جوات اللحم أو الأنسجة. ممتاز. طيب هل نقدر نقول أنه من الأشياء اللي ممكن تسبب، أنت ذكرت القص طبعا الخاطئ في زوايا الأظفر، نقول البوديكير ممكن أنه هو يكون سبب رئيسي في الموضوع؟ جدا 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 كثير يجوني سيدات بالذات بتكون إذا كانت في صالون قبلها بأسبوع زمان مثلا، وقصوا لها الأركان أو الزوايا بشكل عميق، يقوم يصير لها المشكلة هذه. طيب في أسباب أخرى طبعا، الأسباب الثانية زي الحوادث، الخبطات، الناس اللي يلبسوا الأحذية الضيقة، أيوه، بالذات اللي أنا أسميها أبو بوز إذا كان رجال ولا سيدات. صح صح فعلا، هذه تضغط من الجوانب. عوامل وراثية طبعا، زائد عوامل وراثية. إذا جوني أطفال سمعت يقول لهم مين بابا ولا ماما اللي عنده، يقول لك لا والله أبوي اللي عنده. فممكن تجي للأطفال كمان. طيب خلينا نقول المراحل الأولية للعلاج، إذا كان مثلا يصاب بهذا الشيء لأول مرة أو انتبه أنه في عنده مشكلة. في بعض الناس مثلا يروح في البيت يتعبث ويقص المكان ويرجع من جديد، أو ما أدري يعني هل الإجراء صحيح أو يعتبر من الإجراءات الأولية؟ هو إذا كان أول مرة يحصل الموضوع هذا فممكن نصبر عليه بضعة أيام. نحاول أنه إحنا بظفر اليد نرفع ظفر القدم من الزاوية، نرفعه على فوق شوية بعد الوضوء أو الاستحمام لما يكون الظفر طري، ونديله بضعة أيام حتى لما تصير في أصابع اليد.
نحاول ان احنا نرفع صفيحه الظفر، الجزء القاسي من الظفر اسمه صفيحه الظفر، نحاول نرفعه على فوق شويه شويه، خلال 3 إلى 5 أيام الى 7 أيام راح يطلع برا لوحده. حلو، ممتاز، لانه الظفر بينمو. هذا اذا كان اول مره حصلت. الان في ناس الان بيسمعونا هم عارفين نفسهم، تلاقيه يسوي غرفه عمليات في الحمام او في غرفه النوم، يجيب المعدات كل 2-3 أسابيع وكل 4 أسابيع ويقعد يحفر وينقور فيها عشان يبغى يطلع الركن. هذا طبعا شيء خطأ جدا خطأ. إذا الموضوع يتكرر كثيرا فيجب الذهاب إلى الطبيب، لأنه مرة في مرة راح يعمل أو يسوي عدوى أو يسوي فيه بكتيريا ميكروبات ويلتهب، وبعدين يسوي التهاب في الأنسجة. في حالات نادرة جدا وبالذات عند المراهقين والأطفال إذا كان الموضوع مزمن ممكن يسبب تسوس في العظام، يكون موضوع بسيط جدا يصل إلى حاجة خطيرة. ممتاز، أنا قرأت لك دكتور خالد الحقيقة مقال في هذا الجانب. أنت ذكرت أيضا الخطوات اللي راح يقوم فيها الطبيب أو الجراح في طبعا التعامل مع هذا الظفر، كيف حتكون طريقة الطبيب في التعامل معه؟ أول حاجة إذا كانت أول مرة ممكن، وحتى هذه كمان يسوى في بعض الصوالين، ممكن قطنة صغيرة تحت الظفر، تحط تحت الظفر. أيوة. ليش كل أنا قلت لك ممكن إن إحنا بظفر اليد نرفع ظفر القدم على فوق كل يوم 2-3 لغاية ما يطلع، ممكن بقطنة صغيرة تحت الزاوية عشان نخلي الظفر يطلع على برا. هذا الشيء بيسوى في الصوالين. حتى المرحلة اللي بعدها ممكن الجراح يقص الزاوية ولكن بشكل أعمق بكثير مما ممكن الشخص يقصها بنفسه، لأنها مؤلمة طبعا، مؤلمة جدا الموضوع. جدا صحيح. هذا إذا كان لأول مرة. إذا كان الموضوع متكرر وفيه التهابات لابد من إعطاء المريض مضاد حيوي، لأن هذه تعتبر عدوى وعادة تكون فيها بكتيريا يكون فيها صديد. بعدين يتم إجراء تدخل جراحي. تدخل الجراحي يمكن اللي سوى لك هو أنت في المستشفى طبعا ببنج موضعي، وأنا أستغرب جدا أستغرب لما يجوني بعض الناس يقول بيتسووها ببنج عام، دخلوا غرف عمليات. الموضوع ما يستاهل. صح. يعني أكبر عملية للظفر ما تستاهل قد كده، بنج موضعي. ويتم إزالة، بدل ما تشيلي الزاوية أو الركن حق الظفر بشكل مايل ينشال بشكل مستقيم بمحاذاة الظفر كاملة حوالي 3-4 ملي عشان نصل إلى منبت الظفر. ممتاز. ثم يتم وضع دواء معين أو مادة معينة عند منبت الظفر من تحت الجلد لقتل الخلايا المنتجة للظفر في هذا الركن فقط. ممتاز. العملية هذه تلتئم خلال 2-3 أسابيع وينتهي هذا الموضوع في أغلب الحالات إلى الأبد، ما عاد يرجع أبدا مرة. ممتاز. أنا ليش سويتها مرتين؟ لأنه المرة الأولى ما قصوا لي بزاوية مائلة ولكن قصوا يعني بشكل مستقيم، ولكن ما عملوا نفس العلاج للجذر وبالتالي رجع طلع بنفس الطريقة. أيوة. هي وكان لها كم شهر وطلع بنفس الأسلوب، واضطرينا مرة ثانية أنه إحنا نسوي. المرة الثانية أعتقد أن الدكتور استخدم لي هذه التقنية سوى الجذر. إيه. بس هل كان في خياطة؟ المرة الأولى كان في خياطة، المرة الثانية لا. ممتاز. طبعا الطريقة الجراحية اللي فيها خياطة هذه طريقة قديمة جدا. صح. مفروض يعني أنا قريتها ولكن ما قد شفتها في حياتي إلا يدوني بعض الناس مسوينها. هذه طريقة قديمة. الشد والكحت عن طريق جراحيا هذه طريقة قديمة ونتائجها سيئة على فكرة، حتى نتائجها التجميلية يتشوه الأصبع للأسف. إن شاء الله نتمنى للجميع الصحة والسلامة. شكرا لك يا دكتور على هالنصائح في هذا الموضوع المهم الحقيقة، خصوصا الكثير من السيدات اللي يعانون من هالمشكلة. شكرا لك طبعا أنه وقتك الثمين اللي أخذنا منها الدقائق. شكرا لك. الله يعطيك العافية. مع السلامة. يا أمان الله.